أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ردود الفعل الدولية إزاء جرائم الغارات والانتهاكات التي تمارسها الإمارات ضد قوات الجيش الوطني. دعا المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين من عملية القصف التي تنفذها طائرات حربية إماراتية على عدن وأبين. وعبر المرصد عن صدمته إزاء عملية القتل والإعدامات الميدانية خلال اشتباكات السيطرة على محافظتي عدن وأبين. وضح المرصد أن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا تستهدف في حملات الاعتقال عسكريين ومدنيين. وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تلك الممارسات وعمليات القتل والإعدامات وحملات الاعتقالات من شأنها أن تثير حربا أهلية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: انتهاكات ميليشيا المجلس الانتقالي بحق المدنيين في عدن، وردود الفعل الدولية إزاء الغارات الإماراتية على الجيش الوطني. توقف القصف في عدن لا يعني توقف ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات من ممارسة انتهاكاتها بحق المواطنين. وكالة رويترز وعبر مسؤولين في المجلس أكدت أن القوات التابعة لهم داهمت منزل وشركات لنشطاء وسياسيين ورجال دين مؤيدين للحكومة ووجهت إليهم تهم الإرهاب. هذه الممارسات تأتي بعيد أيام من تنفيذ الطيران الإماراتي لغارات جوية استهدفت الجيش الوطني في عدن وأبين. الغارات الإماراتية دفعت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى دعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين من عمليات القصف التي تنفذها طائرات إماراتية. وبموازاة ذلك أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الغارات الجوية الإماراتية على مواقع الجيش اليمني في محافظتي عدن وأبين، محذرة من محاولة تقسيم اليمن وتصعيد المواجهات المسلحة لا يمكن أن يصب إلا في صالح الجماعات الإرهابية. الخارجية الأمريكية بدورها طالبت باحترام مؤسسات الدولة التي تشكل ركيزة الاستقرار السياسي والاقتصادي، منوهة إلى أن تزايد الانقسامات لن يؤدي إلا لتفاقم معاناة اليمنيين وإطالة الصراع. وأمام ردود الأفعال الدولية المتعددة والمنددة بجرائم ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمحذرة في الوقت ذاته من محاولة تقسيم اليمن، تواصل الإمارات المضي في سياستها الساعية لفصل شمال اليمن عن جنوبه. نبدأ النقاش مع ضيفنا من مسقط الصحفي أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. ألو. أهلا بك أستاذ أنيس. بداية تعليقك حول ما صدر من ردود فعل حول الغارات الإماراتية على الجيش الوطني وانتهاكاتها بحق المدنيين والعسكريين. أخي العزيز، طبعا أعتقد أنه ردود الأفعال كانت فيها سخط وفيها غضب وفيها شعر وفيها أيضا سخرية. يعني أن يتم أن الجيش الوطني، الجيش التابع للشرعية، الجيش المدعوم مسلح تسليح من داخل المملكة العربية السعودية ويستلم راتبه ومخصصاته من المملكة العربية السعودية وتحت إشراف قوات التحالف وعمليات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، يتم تحويل هذا الجيش على أنه جيش إرهابي ويقصف بطيران التحالف. هذا كما يقال شر البلية ما يضحك، ونحن نقول شر البلية ما يضحك ويبكي كمان. أخي العزيز، كل الشهداء الذين استشهدوا هم قادة وضباط وعسكريين ليس لهم علاقة بارزة بالإرهاب ولا كلهم قادة، بعضهم في قيادة المؤتمر الشعبي العام، وبعضهم في الحراك الجنوبي، وبعضهم مستقلين ورجال قبائل. هذه الإمارات باختصار، الإمارات بعد أن فشل التحالف العربي وبدأ التململ وأعلنت إعادة موضعها وشعرت أنها أغرقت، أرادت أن تقنع العالم أو الرأي الدولي أو بعض المؤسسات الدولية لتشكيل تحالف جديد تحت مسمى مكافحة الإرهاب، والهدف هو الأطماع، الأجندة، بسط السيطرة، بسط النفوذ عن طريق مجموعة من الوكلاء أو عن طريق وكلاء على الأرض، وهم المجلس الانتقالي والحزام الأمني الذي أسس بهذا. وبالتالي بدأت الإمارات الآن تصنع الإرهاب
وتدعم الإرهاب وتتحدث على أنها تكافح الإرهاب. ثلاثة مصطلحات موجودة على الأرض تمارسها الإمارات. بدأت تقوم بعمليات، ثانيا تقوم بتوزيع بيانات، يعني بيانات مثل تنظيمات إرهابية، وسائل الإعلام تنشر بيانات مزورة، ويأتي بعدين بيان التنظيم رسميا ينفي علاقته. حادثة مهاجمة شرطة الشيخ عثمان، بدأت عملية تزوير بيان قسم تنظيم داعش، وبعد ذلك داعش بموقع الرسمي وكالة أعماق تنفي أن يكون لها علاقة بمثل هذه الحادثة، بينما سوق الإعلام الإماراتي تسويق كامل البيان المزور. هذا يؤكد ويوضح أن الإمارات الآن بدأت تلعب على هذه الورقة. أخي العزيز، الحدث الذي حصل جريمة في حق الإنسانية، جريمة في حق اليمن. عديد من المواقف الدولية صدرت حيال ذلك، ما تعليقك وتقييمك لما صدر من ردود فعل دولية؟ طبعا ردود الفعل الدولية يكون في علمك البيان الذي كان أنه صدر عن البنتاغون، لم يصدر بيان من البنتاغون ولم ينشر في موقع نشرته قناة الحرة المتواجد مكتبها في أبو ظبي، وقناة سكاي نيوز معروف ميولها وأعمالها. لكن بحثنا عن هل حقيقة أن في بيان رسمي من البنتاغون، ما فيش، ادخل على مواقع البنتاغون وعلى موقع الخزانة الأمريكية غير موجود. هذا أيضا جزء من سياسة التضليل التي تمارسها الإمارات على لشرعنة أعمالها وإجرامها. احنا كنا طبعا البيان حق الإمارات، كنا نظن أن الإمارات ستحمل الحوثي كما حصل في حادثة مقتل أبو اليمامة، فتقول طائرات مسيرة، صواريخ صمات اثنين، صمات ثلاثة، غيرها. لكن الإمارات بعد ما صدر منها البيان، كان البيان عبارة عن اعتراف، والاعتراف هذا يحتاج إلى تحقيق دولي. نحن الآن بعيدا عن المعمعة، بحاجة إلى تحقيقا دوليا لمعرفة إيش الذي حصل. ثانيا يا أخي، الأخوة في المملكة العربية السعودية يتحمل الجزء الأكبر والأولى، لأن الإمارات واضحة وضوح الشمس موقفها. لكن السعودية أنا أقول لك، أنا كنت في الرياض وأعرف تفاصيل ما يدور هناك. عمليات مركزية في مسألة مراقبة المجال البحري والجوي، ولا يمكن لأي طيران أن يحلق أو حتى الطيران اليمنية، عدة مرات والتحالف يوقف طيران اليمنية في عدة رحلات وهي طيران مدني، فما بالك بطيران عسكري. لا يمر إلا عن طريق العمليات المركزية للجنة المشتركة في الرياض. طيب، ينضم إلينا أيضا من عدن الصحفي صلاح السقلدي. أهلا بك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، طيب سنحاول التواصل مرة أخرى أيضا بالصحفي صلاح السقلدي من عدن. طيب أستاذ أنيس، تقول أن هناك حاجة إلى تحقيق دولي، من سيعمل على الترتيب لهذا التحقيق الدولي، وماذا بيد الحكومة اليوم فعله لإنصاف الضحايا من مدنيين وعسكريين؟ طبعا هذا الحديث سيكون فيما بعد. الآن الحكومة مهتمة بما هو أولى من هذا، وهو أساس المشكلة، وهي الإمارات. الآن التحرك حاليا هو تحرك في مسألة إزاحة الإمارات عن المشهد اليمني وعن التحالف باتخاذ قرار، وهناك إجراءات تتم، بعضها ظاهرة وبعضها تدور خلف الكواليس، ونحن نتعشم بذلك. وخطاب الرئيس وبيانه كان واضحا أنه ألقى الكرة في ملعب السعودية، ومنتظرين ماذا ستقوم السعودية. وبعد ذلك في عدة خيارات. الأمر الثاني، موضوع الإجرام، هي ليست فقط قضية هذا المعسكر أو قضية هذا الجيش. أكثر من 64 عملية غارة للطيران شملت قصف مدنيين، قصف تحت مسمى الخطأ، قصف معسكرات الشرعية، قصف قيادات الشرعية، كلها عن طريق الطيران الإماراتي. هذه ملفات موجودة وسيتم تسليمها للجنة الدولية، للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفي اللجنة الدولية لمحكمة العدل الدولية لا هاي، وسيتم اتخاذ هذا الموضوع فيما بعد. يعني نحن الإمارات اتخذت جرائم ضد الإنسانية، وإذا تغاضت الحكومة أو استسلمت للضغوطات السعودية، ف
فنقول أن القانون لا يسقط بالتقادم، كل شيء مشهود ومعلوم، وهناك أيضا أفق آخر ممكن الواحد يتحرك منه. طيب أعود مرة أخرى للترحيب بضيفنا من عدن الصحفي صلاح السقلدي. أهلا بك صلاح. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وجميع السادة المشاهدين. شكرا لك أستاذ صلاح. إذن إدانة دولية وغضب في الوسط الحقوقي إزاء الممارسات التي ترتكبها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بحق خصومها من إعدامات واقتحامات، ما تعليقكم على ردود الفعل هذه؟ لم تتضح حتى الآن هذه الحقائق وهذه التقارير، فالتقرير الذي أصدرته وزارة الحقوق الإنسان اليمنية لم تصدره الوزارة، ولكن أصدره وكيل بوزارة هذه الحقوق، ولم يوجد هذا البيان في الموقع الرسمي للوزارة ولا في صفحة الوزير. على كل أن مثل هذه الأوضاع الاستثنائية ومثل هذه الأوضاع الغير طبيعية والاكتشاف الذي يتعرض له هو قوى الأمن وقوى الجيش داخل عدن من الداخل ومن الخارج، بالتأكيد تحصل مثل هذه التجاوزات ومثل من قبيل الاعتقالات والمداهمات المنازل، ولكن في الوقت الذي نرفض هذا ونستنكر ونتهم لمن يتعرضون لمثل هذه الإجراءات، لابد أن نأخذ هذه الإجراءات في سياقها ولن ننزعها من هذا السياق، فالأوضاع هي غير طبيعية. ففي الوقت الذي نرفض مثل هذا، من هناك عمليات تهادية، عمليات قتل، عمليات تقطع، عمليات حرابة تتم داخل عدن، داخل شوارع عدن ولحج وأبين، تستهدف قوات الأمن، تستهدف المدينة، تستهدف الأطفال، المؤسسات في المنازل وفي المعسكرات وفي الأسواق العامة. هذه الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن لما تصاحبها من تجاوزات، لكن حتى نكون صحيح هي تأتي كرد فعل، وكأمر إجراء يعني مثل هذا متوقع، وفي هذا كثير من الدول وفي الاوضاع الطبيعيه، فما بالك عندما تحصل في مثل. طيب استاذ صلاح، ماذا عن ماذا عن دعوه المرصد الاورو متوسطي لمجلس الامن بالتدخل العاجل لحمايه المدنيين من قصف طيران الامارات، وايضا هو عبر ايضا عن صدمته من عمليه القتل والاعدامات الميدانيه التي تتم في عدن وابيان؟ عملية القتل هذه المورد في هذا التقرير هو شامل ولا يخص جهة الآن، والقتل والاستهدافات تمت من كل الأطراف، عملية الإرهاب واستهداف الجنود واستهداف المنشآت المدنية، لماذا لا تندرج في مثل هذا التعديات ومثل هذا الانتهاكات؟ كل هذه مجملها يجب ان كان تتناقش في اي مؤسسه امنيه، في اي مؤسسه دوليه او اقليميه او حتى محليه، يجب ان تتناقش بالشكل الشمولي كامل للاوضاع بشكل عام، وما هي مسبباتها وما هي هذه النتائج. كما ننظروا الان وابعد عن النتائج اضبط اليها اسباب ومسببات حصلت، فالارهاب يستهدف الجميع وما لا يقدر احد يعني ينكر هذه الحقيقه، فما يتعرض له عدن وما يتعرض له الجنوب، فهذا هو سلسله من ضمن السلسله التي استخدم الارهاب كعامل كورقه سياسيه من قبل القوى غزو عام 94، واليوم نعيد نفس استخدام هذه الورقه، فكثير من معاقل هذه الجماعات الارهابيه موجوده هناك في مأرب، في مناطق الجوف، في عده مناطق اخرى تم توظيفها في هذه الحرب الاخيره، وهذا موجود حتى في اسماء شخصيات ارهابيه بارزه مثل ابو البتراء البيضاني والريلي وما شابه من ذلك من الرموز التي لا يخفى على احد بانها ارهابيه ومدققه ضمن قوائم الارهاب الدوليه. فالارهاب استخدم في هذه الاشتباكات كورقه سياسيه، واعتقد انه سيزيد سيبطش بكثير من الضحايا ان لم يكن هناك اجراءات امنيه واقعيه، اجراءات امنيه لا يمكن لا نسمح فيها بالتاكيد ان تتجاوز الى حدود غير مسموح بها، ولكن لابد ان نفهم ان القوات الامنيه لها ما يبررها من هكذا اجراءات مع تضامنا مع تاسفنا للضحايا الضحايا الذين يطالبهم مثل هذه الاجراءات، وكثير منهم لا شك انهم ابرياء، ولكن بالمقابل هناك عناصر
لدى الامن كثير من المبررات ومن المعلومات التي تؤكد بان ضلعهم في كثير من العمليات، سواء استهدفت القوات الامنيه او استهدفت المعسكرات او استهدفت حتى الشخصيات الدينيه والسياسيه كما حصل اليوم لاغتيال احد ائمه المساجد. طيب تبقى معنا استاذ صلاح، اعود للاستاذ انيس اذا كان له من تعليق على حديثك، تفضل استاذ انيس. اخي العزيز والله يعني نفس الاسطوانه ونفس اللغه ونفس الكلام، لا وجود لاسطوانه الارهاب بتضخيمها بمثل هكذا طريقه، لا وجود الا لتصفيه صراع جنوبي جنوبي، فالقوات المستميه بالامارات وتحضر للامارات والمثلث الضالع لسان يافع تمارس سياسه الفرز العنصري والمناطقي ضد كل واحد من ابين، وهناك قتلى، هناك اعتقالات، هناك ملاحقات، احراق بيوت، احراق انتهاكات حتى مسام سليمان الزامكي وهو قيادي في الحراك. هل سليمان الزامكي ارهابي؟ هل العنبوري ارهابي؟ هل العبد ارهابي؟ هل هؤلاء الاسماء كلهم او النخعي ارهابي؟ اسماء قائمه كلها من الوضيع، من ابين، من لودر، من زنجبار، من خنفر، يعيد انتاج صراع 86. هل شاهدت المشهد وهم يقتلوا المنصوري احد قيادات الشرطه الجيش وهم يطعنوه ويعتبروه ان منصرواح وانه حوثي؟ اتضحت الحقيقه. لماذا نغالط الراي العام؟ لماذا نغالط انفسنا؟ اعرف الاخ صلاح انه صاحب يعني يتحدث بلغه منطقيه، لكن ما ادري من الذي جره اليوم ليتغير. انا قرات للاخ يعني مقالات وكتابات واطروحات كانت جميله، اليوم قد في صوت اخر يتوافق مع الصوت الذي يتحدث به الاخرين. لا، هذا وطننا، لابد ان نؤمن بتصالحنا وتسامحنا والوطن للجميع اذا كنا نريد انفصال، لكن انفصال على الساحه الجنوبيه والجنوبي وفي ارض جنوبي والقتلى الجنوبيين والقياده الجنوبيه والساحه الجنوبيه ونتحد. هناك صراع مناطقي، واقول لك الان على سبيل المثال، لماذا انهزم الحزام الامني في شبوه وانتصر في عدن؟ هنا السؤال، تدري لماذا؟ لان الحاضنه العسكريه الميليشاويه للحزام الامني والنخبه والويه كلها من مناطق محدوده، وبالتالي صعب، لان الارض تقاتل مع اهلها، هذا مثل يمني، الارض تقاتل مع اهلها، كانت القوه الموجوده مع النخبه قوه نوعيه كبيره، لكن المقاتلين كلهم من مناطق خارج شبوه، وبالتالي طبيعي انهم سينهزموا، حتى محافظه ابين ايضا سينهزموا وسيغادروا، انا اقولها الان لك امام الناس وامام الرعية، وسيغادروا من ابين وسينهزم كل واحد متمترس في منطقته، سيتقدم الجنوب ونحن ندور حول انفسنا، لسنا في هذا الموضوع، ينقسم ينفصل سهل، لكن ان تتحول انت الى اجير لمشروع الامارات، ان تتحول انت الى مرتزق لمشروع الامارات، ان تتحول انت الى انك تنفذ اجنده الامارات على الاطماع وعلى الساحه اليمنيه، احنا والله ما عندنا مشكله من اذا انفصل الجنوب لاستقرار اليمن، ما في مشكله، لكن ان الجنوب يتحول الى كنتونات يعيد 23 سلطنه ونفس ما كانوا وكلاء لبريطانيا، سنتحول الى عملاء ووكلاء مع الامارات. طيب تبقى معنا استاذ انيس؟ طيب تبقى معنا، اعود للاستاذ صلاح. اذا استاذ صلاح، توصيفك ربما كما يقول الاستاذ انيس لما يحصل قد ياتي او يفهم بانه مغالطه للراي العام، وان ما يحدث اليوم للاسف صراع مناطقي، وما يحدث ايضا هو اليوم يتنافى مع شعارات التصالح والتسامح التي ترفع في الجنوب، ما ردك؟ هذه النغمه تم استخدامها كثيرا، استخدمها علي عبد الله صالح كثيرا، حينما كان يذهب الى ابين وذكرهم بالسالمين، حينما كان يذهب الى لحد يذكرهم بعلي عنتر، فهذه الشعب في الجنوب قوي وهو بدا يدرك كثيرا بان هذه الاسطوانه ما هي الا اسطوانه قد يتم استخدامها وانتهت صلاحيتها الى الابد. قل لي يا عزيزي انت والاخ انيس، هل الجماعات التي تاتي من المغرب لا الحق ان تاتي الى شبوه وليس من حق الجنوب ان يذهب الى شبوه؟ قل لي، جاوبني على هذا السؤال الاخر. حينما اقدم الاصلاح في مارب قبل شهر وبطش بكثير من القبائل ومن الشيوخ في مارب
ببريئة الأمن. هل له أن يحل له؟ طيب استاذ صالح، تريد اجابه من الاستاذ انيس عن هذا السؤال؟ طيب دعنا نستمع للاجابه من الاستاذ انيس عن سؤالك، تفضل استاذ انيس. انا يعني موضوع اول شيء، انت تعرف لا يوجد يعطونا دليل واحد على ان في واحد من مارب جاء الى شبوه او جاء الى حضرموت، هذا كلام غير موجود. ان يتم تحويل الصراع على انه شمالي جنوبي غير صحيح. الساحة جنوبية والقيادة جنوبية والمعسكرات جنوبية، بحي بح جنوبي وجحدر جنوبي، كثير من قيادة العوارق جنوبيين، قيادة المعسكرات العظني جنوبيين، باعوضة جنوبي، السليماني جنوبي، كل القيادات هؤلاء من شبوة هم الذين تصدروا المشهد. لا يوجد حتى عسكري كامل، لأنه قد تم تصفية حتى الباعة. كيف سنقبل بعسكر؟ تم تصفية حتى الباعة والبسطاء من أبناء المحافظات الشمالية، وكيف سنقبل أيضا بجنود أو سيقبلوا بعسكر أنهم متواجدين؟ كلام غير صحيح. ثانيا، موضوع الإصلاح وتضخيم الإصلاح، هذا يخدم الإصلاح. دخل الحوثي دمر البلاد تحت ذريعة الإصلاح. هؤلاء يقولوا الإصلاح لم يبقى له وجود، فتحدثوا على أن الإصلاح خطر. طيب يا أخي، الإصلاح غير موجود، الإصلاح ضعيف، الإصلاح إرهابي، إصلاح ميت. لماذا تعلق شماعتك كلها وتصنع من هذا الإصلاح بعبع على أن خلف كل مشكلة، حتى القضايا الاجتماعية وقضايا الطلاق أصبحنا نحملها أيضا فتاوي الزنداني والإصلاح؟ طيب أكتفي بهذا التوضيح منك أستاذ أنيس، وأعود للأستاذ صلاح ليكمل فكرته ورده عن السؤال السابق. تفضل أستاذ صلاح. أسمع، أولا الذي حاول أن يقول بأن الصراع جنوبي جنوبي، فلماذا عندما انتصرت الشرعيه في شبوه اعتبر ذلك انتصار للشرعيه، وغابت هنا مفرقه الجنوبيه. في عام 94 تم استخدام بعض الافساد في الجنوب الجنوبيين جزء من شرعيه عام 94، وتم استهداف الجنوب احتلاله باسم الشرعيه التي فيها جزء من الجنوبيين. فهل اعتبرنا تلك الحرب انها حرب جنوبيه؟ اليوم يتكرر السيناريو ذاته، الاسم هو الشرعيه ايضا وفيها كثير من الجنوبيين. فهل بمجرد وجود هؤلاء الجنوبيين ضمن هذه الشرعيه معناته ان الحرب جنوبيه جنوبيه؟ وان كانت جنوبيه جنوبيه، فما دخل اصحاب مارب في هذا الصراع الجنوبي جنوبي؟ لماذا نرى قيادات ماربيه في شقره وفي زنجبار جهتها مرميه حتى اللحظه؟ فما علاقتهم بصراع جنوبي جنوبي؟ فما حشرهم بين الجنوبيين ان كان هذا صراع جنوبي جنوبي؟ اما مساله الارهاب، فلا اعتقد ان انسان عاقل وانسان لبي يستطيع ان ينكر بان الارهاب هو صنيعه علي عبد الله صالح وعلي محسن الاحرار. هذه تقارير لا اقولها انا. طيب يا استاذ صلاح، الاستاذ انيس سرد لك مجموعه من اسماء القيادات في الجيش الوطني الذين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات. طيب استاذ صلاح، الاستاذ انيس منصور ذكر لك مجموعه من الاسماء لقيادات في الجيش الوطني من شخصيات ابناء الجنوب، منهم الزامكي والعنبوري والنخعي والعبد وغيرهم من القيادات، وهم استهدفوا وتم الاعتداء عليهم. باي مبررات اليوم يتم الاعتداء عليهم وانت تتحدث عن وجود تصالح وتسامح بين ابناء الجنوب وتنفي ان الصراع اليوم مناطقي؟ انا ارفض هذه الاستهدافات، وارفض ان يطال اي منزل احد لم يكن هناك بالقانون. اسمعني، المشايخ والقبائل التي قتلت في مارب قبل شهر هي من ابناء مارب، فلماذا استهدفتم ابناء مارب يا شرعيه؟ استهدفتمها بذريعه الامن. فلا اقول لك ان لا توجد هناك تجاوزات في عائله، انا قلت هذا الكلام بدايه حديثي، قلت لك ان هناك تجاوزات، ولكن هذه التجاوزات يجب ان ننظر لها في سياق الوضع العام. عدم تستهدف من الداخل ومن الخارج، عدم تستهدف طيب إرهابية. سؤال الأخير لك أستاذ صلاح، ما الذي يعنيها الاستمرار في هذه الانتهاكات التي تقول أنك لا تنكر وجودها؟ طيب أستاذ صلاح، سؤال أخير لك، ما الذي يعنيه استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات المجلس الانتقالي وأنت كما تقول أنك لا تنكر وجودها الآن في ظل الوضع الحالي؟ أنا
قبل الأيام حزب الإصلاح في سعد وفي التربة هجر كثير من الأسر السعدية. لماذا؟ قال لهم تبع الشيخ أبو العباس. هم هؤلاء أبناء سعد ولا لا؟ إذا الهجرة الأمنية إذا بأنتم إذا أنتم تبرروا في قمعكم للناس في كل منطقة تسيطرون عليها بالتأكيد هناك أخطاء في عدن وفي كثير من المناطق. لكن هذا هل هذا يعني هل هذا يعني بأننا صراع جنوبي جنوبي مجرد أن جنوبي صار بجنوبي؟ هل صراعكم مع الحوثي شمالي شمالي؟ أجبني أنت أخي، هل صراع الإصلاح الشمالي مع الحوثي الشمالي هل هو صراع شمالي شمالي وليس صراع على سلطة وانقلاب شرعية؟ إذا كما تدين تدان أنا أكلمك من منطقة أنت، إذا كنت ستسقط منطقة عليا فأنا لابد أن أسقط عليك بالتأكيد. فمن فمك أدينك أيها المضلل أيها الكذوب، وهذا كلام الأخ منص وليس لك طبعا. طيب اشكرك جزيلا استاذ صلاح السقلدي الصحفي من عدن، واختم باخر دقيقه مع الاستاذ انيس منصور، ما الذي يجب على الشرعيه اليوم فعله للانتصار لضحايا والانصاف الضحايا؟ هناك خطوات سياسيه وهناك خطوات اجراءات قانونيه وهناك تحرك، واعتقد انه ربما الايام القادمه ستكون ستكتب مما انتصار للشرعية إلى ما لا نهاية أو نهاية الشرعية إلى ما لا نهاية. الأمر الآخر أخي، أنا كنت أريد أن أعقب وأقول لك أن أنا وصلاح وسليمان الزامكي في حافة واحدة وفي حي واحد، بحكم أن الأخ صلاح محتمي بالإمارات هو متواجد، لكن نحن بيوتنا فاضية بعضها أحرقت وبعضها نهبت، مع أن أنا جيران، هذه أيضا معلومة لك وللإخوة المشاهدين، جيران الثلاثة أنا وسليمان، بس بحكم أن أنا وسليمان الزامكي مع الشرعية وطرف واحد ومجنا آخر، وبحكم أنه هو أيضا مع الطرف الآخر أصبحوا هم المسيطرين ونحن المشردين. هذا جزء من الصراع على انتهاك الجنوبي الجنوبي كمان رغم نحن جيران. أشكرك جزيلا أستاذ أنيس منصور الصحفي، كنت معنا من مسقط أيضا. الشكر موصول لضيفنا أيضا الأستاذ صلاح السقلدي، نلقاكم في حلقة الغد في أمان الله.